السلام عليكم ومرحبا بكم معايا الحلوة ديال اليوم كما كتلاحظوا دوازتاي او صبيعات العروسة بقاو معايا تشوفوا المقادير هنا هذه هي العجينه كما كتلاحظوا كتجي رطبه كناخدو واحد شويه ديال الزيت فواحد الطبسيل فقط باش يساعدنا نكوروا العجينه وما تلصقش الناشف في اليد ديالنا هنا كما كتلاحظوا انا شكلتها على شكل اصابع يعني استعنت باليد ديالي باش ناخذ القياس باش هكذا كنحاول انو هاد الاصابع او هاد الصبيعات كيجيو مقادين يعني والحجم ديالهم تساوي كما كتلاحظوا هكا على هاد الشكل هذا يمكن لكم الا بغيتو ديروهم كويرات كيمكن كي لكم انا نفضل انني نديرهم على هاد الشكل هكا صبيعات صافي غادي نستمر دائما في التكوار ديال هاد هاد الصبيعات هنا من بعد ما كملنا التكوار ديالهم كنديروا واحد المقيله اللي كنديروا فيها الزيت تكون شويه كتيرة ديك الزيت كما كم كتلاحظوا ونخليو حتى ديك الزيت كدفى يعني ما كتسخنش بزاف بزاف ونبداو كنرميو فيها دوك الصبيعات وحنا منقصين شويه على العافيه يعني ما نديروش العافيه تكون مجهده بل تكون متوسطه باش ما يتابوناش من برا وكيبقاو من داخل خضر وكياخذوا الوقت ديالهم انهم كيتنفخوا يعني هاد الصبيعات منين تكوروهم ما تكوروهمش غلاط لحقاش مازال كيزيدو ينتفخوا لان فوسط ديالهم كاين الخميره هنا منين نحسو بهم يعني آه حمارو كنبداو نقلبوهم على الوجه الاخر هكا بواحد الفرشيطه هكا وحنا دائما داري العافية متوسطة كما كتلاحظوا راني كنصور لكم بلاست فين كنجهدو العافية صافي هنا من بعد ما حمارو كندير واحد الورق النشاف واحد التبصيل وكنبقى نحيد دوك الصبيعات وغادي نرمي كمية اخرى في الزيت يعني باش تقلى معايا هكا من بعد ما كملت القلي وجدت كاع الكميه تبارك الله كتخرج كميه آه لا باس بها هنا سواء كنديرهم فواحد واحد الطبسيل وكنرشوا فوق منهم سكر ثقيل بحال هذا الشكل هذا اولا كنرمدوهم في سكر ثقيل كيبقى لكم الاختيار اذا بغيتو تمرمدوهم في سكر ثقيل كتخليهم حتى كيبردوا عاد كتمرمدوهم في سكر أو اولا كتزينهم مثلا بالمربى هكا كتخفوا داك المربى شويه بالماء زهر او لك كتاخذوا داك المربى اللي يكون خفيف وكتفوتوهم في الكوك يعني سواء بهذا الشكل او لا فقط في كلاصي كما بغيتو بغيتو تديرو كما درت انا جوج ديال الاشكال هكذا كتحصلوا على جوج ديال الانواع هنا كيبقى هذا الطبق النهائي ديالنا كيجي هكذا هادوك اللي زينتهم بسكر قيل والاخرين اللي كما كتلاحظوا درتهم بالمربى درتهم في الكوك يعني كتجي هذه الحلوه لذيذه ورائعه كما غادي نقسم لكم وحده شوفوا كي كتجي من الداخل فعلا كتجي فنه نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ما تنساونيش باللايكات ديالكم مرحبا بكم دائما معايا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى